السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا، أسعد الله أوقاتكم في هذا المجلس. لا نزال نقدم ما نرى أنه مفيد وما نرى أنه حسن، لكن تقديرا منكم أنتم أن تعذرونا في ما نقدم، وأن نكون نحاول حنا أن نحوز على رضاكم، والأمر إليكم. وإن اختلفت الآراء واختلفت الأمزجة، إلا أن فيه من يحب أن ما نقدم، فيه من يعارض، ولكن من يعارض نسأل الله أن نوفق إلى ما يرضيه، وما نوفق إلى ما يرضي ربنا أولا ثم ما يرضي خلقه. حياك الله يا حبيبنا منصور. يا مرحبا فيك، يا هلا والله، جوالك في يدك. الله الله، وش عندك؟ أقول أخلوه يقفي لين تصحى هقاويها اللي يزعلني ويزعل علي. لا أني بتشره ولا أني بناديه، كلا على ما قيل يعرف خويه مغليه، ما يزعل. إي والله، ولو كنت مغليه تاج الكرامة ما يثمن بشيه، والطيب والمعروف في غير راعيه يقلب على عكس الاتجاه المطية، وكثر المواصل فالعتب والمشاريه يقطع مودات القلوب الصفية، ومن يصدر أحكامه عليك بهقاويه، وبظنون تفكيره على كل نية ينعاف طبع له وهذه مواريه، جلاد يلعب لك بدور الضحية. هذا اللي أنا داك لا تلتفت فيه، خله يدور له من الناس زيه، احذر ثم احذر وانتبه لا تماشيه، هذه نصيحة واعتبرها هدية. سلامتكم. والله هدية، لكن اللي بيزعل نقول خله. اي الله الله، اللي يقولون يزعل من ماش يرضى من ماش. صحيح. حيا الله ابو ابراهيم. الله يحييك يا ابو ابراهيم. انت بعد اشوف جوالك في يدك وتناظر، بس ما ادري وش انت تناظر. تو تكلم، ادري عاد تناظر رسائل الداخليه ولا مفكره داخليه للشعار هذه الجوالات. دايم يقولون وهدام، احنا نمزح، ما حد. هلا ابو سليمان. عن العمر يا ابو محمد. نعم. هلا ابو ابراهيم. هلا وسهلا. غرد يا حبيبي، غرد. ابشر ابشر، تسلم. فدائما احنا الواحد يحب يصغر نفسه شوي، من اول احنا صغار احنا نكبر انفسنا. الله يكبرنا وانت تطلع. واحد عمره 15 16 يقول لا انا رجال، انا عمري 18، انا عمري 19. نعم. والحين يوم كبرنا بدينا نرجع، بدينا نرجع صغر انفسنا. هذا انا دائما امزح على عيالي. يبدو ابو ابراهيم انه من قبل ال 18 ما عاد يكبر. من الرجل والمراه، المراه يمكن تصل الى فتره وهي مغرزه شوي، والرجال كذلك يغرزون في العمر. في العمر ايه، لكن ما حد يتعدى ال 60 كلهم. من هنا حوله 58 يمكن تعطل الكفرات كلها. انا دائما اقول لهم 25. ايه، لعيالي وبناتي امزح عليهم يعني، ولا احنا عارفين الصدق كم. فانا اقول لهم 25 دائما اقول لهم عمري 25. فعاد قالوا مو معقول يا عمرك 25 الحين، ابي نسقط عليك. اي، فقلت لهم اذا مزحت اقول 25. اي، والجد عكس الرقم وزيد 6. تمام. هذه سنين العمر 56. هذه سنين العمر دامت نشتين، وطولهن وقصرهن ما حسبته، عيستهن عسر وعيشتهن لين، ربحت فيهن حين وحين خسرت، خويت خلان على القلب غالين، سيرت عدوان عليهم صبرت، بين الهجر والوصل والقرب والبين، لعقت من حلوة ومرة جرعت، ضحكت يوم أحباب عيني قريبين، وفراقهم دموع عيني ذرفت، أسكنتهم بالروح والقلب والعين، سقيتهم صفو الوداد وشربت، وعشرت لي حليلة العمر تكفين، سكنتها ملفى وروحها عشقتها، يسرعها الأيام وسنين تطوين، سن حلوم شفتها يوم نمت، لا تسألوني كم بلغ عمري الحين، ما دمت أنا عن عمركم ما سألت، والموت لاجت ساعته ما يخلين، وما نشد كم عمري اللي حسبته، الله يثبتنا على الحق والدين، ولا بد من يوم تقولون متى، خلون واقف
عند 25 دامه تسلي خاطري وان وهمت وان قلت لي عيالك تعدوك بسنين نظرتك مضحك ورديت حتى نظرتك مضحك ورديت حتى بس في هذه كانها مهب من لهجه القصيم كلها إيه كان لهجه اهل سدير يعني إيه طلعت إيه بس طلعت سته بدايه المطلع إيه وصارت كلها كان لهجه اهل سدير يعني إيه وكلنا واحد ونعم ضروره شعريه يضل يطلع بس يبقى سته الشعر حتى الشعر يتفنن في ابياته وفي قصائده وفي نهاياته ويبقى اللهجه ان اللهجه العاميه تتحكم فيها ما في شك ما في شك بس ما يمنع الواحد انه يستعير يعني ويستخدم احيانا تدخل كلمه اجنبيه خاصه بالسنين الاخيره يعني من اول الشعراء القدامى سمعت القصائد القديمه ما تسمع كلمه اجنبيه لان الشاعر محاط ببيئته اختلاطه قليل ترى يعني ما كان الشاعر مثل موجود في هالقريه او في هالمدينه ما يرى غير هالاشياء اللي حوله تمام فالان الشاعر يعني يشوف بالاعلام ويخالط ويروح زي وحسب بيئته الشاعر فجاء احد الشعراء لحد الخلفاء جاي من البر من بيئه البر فقام يمدح الخليفه قال انت كالتيس في قرع الخطوب وكالكلب في وفائك والودي يعني هذا جهدته يعني ما يعرف الا الكلاب وانتم كرامه والتيوس فغضبوا اللي حوله قالوا انه هذا الامير يعني قال لا دعوه فوداه للرصافه الرصافه مدينه ترف مدينه حضاره هذيك الايام فجلسوا بالرصافة فترة وجابوه عند الأمير قالوا قلها الحين قال عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري أدري شوف عذوبة هذه البيئة فعسب البيئة نعم هذا قيل كل إناء بما فيه ينضح ما عندك يعني لو جيت للنحال ما حد سلى بالنحل والعسل صح هذا ولو جيت عند الثاني تلقى صاحب اللبن وصاحب الحليب وصاحب لأن ما راح يجيب حسب بيئة البيئة والمجتمع اللي أنت فيه والكلمات اللي تنتقيها فإن جيت فأنا كنت مع ناس لهم لهجة ولهم كلمات تلقاها نابية وعند الناس الثانيين لا كلمة جميلة هذه هيا أبو علي أبقاك الله شوف معك جوالك يعني معناها انك تبي تقول قصيده ولا لا نشيده اول قصيده ابو سعود نعم ابو سعود نعم فاجيبها من هنا ومن هنا ابغى قلنا ننتظرها يجيب الصوت وابا ولكن ان شاء الله سيفعل المرات القادمه عشان تطلع حلوه يقول نعم المره القادمه يقول هذا ناسي الصوت تاخذني يا ذكرى الماضي سنيني مضت ولكن في ضلعي جديدة وقتا مضى يطري عليك لحيني أسج وحلوم الليالي تعيد جيت البيوت اللي بنوها بطيني أهل الشبور الوافيات الشديدة جيت البيوت كأنها توحتريني تبكي رحيل أهل الفعول والسديد وكان النخل مني علي يشتكيني عقب البطايا بس الخضر من جريد ولون الوجار الليل محتواه بعيني
يا حكيم داهل العقل الرشيدة على النوايا الطيبة سابقيني على مبادئهم سلم وعقيدة والهاجس اللي بين قلبي وبيني ياخذ وسطنا بالجر ياخذ ويسطى بالجروح البعيدة وفاضت شجون تستبح الكنيني واستنزفت حبر الفكر من وريدة وصورت في قفر الورق من حنيني جمر على ابوك المعاني يا قصيدة جمر على ابوك المعاني يا قصيدة منصور حبيب يبدو أن فيه مقاطع فيديو ولا لا مخرجنا في دقيقة يلا أبو سليمان والله يا طويل العمر كان على بالي يا طويل العمر ذكريات رحلة كانت لي لكن نجلها ما دام في مقاطع إن شاء الله أي بقي دقيقة عطنا عطنا لا بس هي طويلة عطنا بيتين عطنا شيء عطنا أيوه ذكريات الماضي ولا يعني اللي تكلموا فيه الشباب الله يجزاهم عطناها الحين السمن من وين جبته السمن يا طويل العمر والله يا طويل العمر أنت عارف الوقت الحاضر أنتم ترعون بعض الناس يقول سمن من عندنا ولا صنعناه ولا سنة هو السمن الموجود في السوق الآن ناس قد صاروا يعني هل حلال معروفين يعني لكن إنهم أعرف إنهم مخصوصين لا والله لكن هذا من السمن الموجود في السوق لا بمنول منول شلون تصلعون السمن انت والله السمن يا طويل العمر كانوا طال عمرك الوالده واللي في حكم الوالده والحريم الكبار يعني حريم المجتمع كلهم ترى كانوا يتقنون الشغل هذه لكن يا ابو محمد في حريم معروفين حتى من شغلهم ومن نكهه السمن اللي يصلحونه هذا سمن فلان يعني حتى في عندنا في القرى كذا فهذا طال عمرك تخبر ان هذا في سمن يعني غنم وفي سمن بقر لكن الغالب اللي كثير وموجود سمن الغنم وهذا يحلبون الغنم يا طويل العمر من سواء من الضان ولا المعزة ويجمعونه يا طويل العمر في إناء معين يا طويل العمر كبير ويتركونه فترة كذا يوم ولا يومين حتى أنه يتهيأ للمخيض يمخضونه يحطون سميل أو شكوى أو كذا يعني وترى كلها من جلد وتجي راعية البيت طويل العمر تراها تحركها على ركبها كذا طال عمرك عشان يتجمع الزبد يعني هذا بمقاييس معينة ثم يجمعون يا طوال العمر الدهانة يسمونها الدهانة أو الزبد في إناء معين عندنا نسميه أما قدح أو مدهن الغالب عليه أنه مدهن وهي تكون أحجام خاصة أن أهل اللي عندهم حلال واجد ما شاء الله فتراهم كمان طال عمرك ما شاء الله يعني حلالهم كثير والسمن عندهم يكون كثير بكميات لكن ما شاء الله يعني ناس إذا صلحوا السمن يا شباب والله ما شاء الله يعني يتقنونه أولا فهم ناس طاهرين ونظيفين وما أصلها لا عمال ولا يد غير أهل البيت ما عند طال عمرك حلال الرجال إلا زوجته وبناته هذا نعم هكذا فطال عمرك تحصل القلب مطمئن ومعروف أنه طال عمرك ما شاء الله فهذه طال عمرك ثم طال عمرك له طريقة يا طال عمرك بعد ما يجمع يحطونه طال عمرك في إناء كبير طال عمرك ويركب على النار هادية ويحركونه حتى يستوي حتى يصير مثل ما شفتوا أول ثم يضيفون له طوال أعماركم دقيق قد حرق بحجارة ويحطون في وسط السمن هذا حجر كبير يا طويل العمر ويخلونه يغلي شوية يعني يعطيه لذعة كذا حتى أنه يميل من
من الصفار للاحمرار شوية، يكون شكله جميل مرة. هذا أولا تمنع السمن من التعفن، يعني السمن لو تخليه سنة ولا سنتين وهو اتقن يعني نقونه من الشوائب، من بقية اللبن، من بقية الحليب، من بقية الدقيق. السمن لازم يكون صافي، فالسمن هذا تراه يطلع عمرك يمكن يدخل يعني يقعد في العكة سنة سنتين ما هذا، لكن اختل شيء فيه ودخلت عليه إضافات زي دقيق أو بقية اللبن أو بقية الحليب تراه يعمل فيه زي البكتيريا كذا ولا يطول. سبحان الله. أنت يا عمر يحطون عليه حصات مدري وش هي. ايوه الحين طال عمرك، الحين مو طال عمرك جابوا الزبده هذه اللي جمعوها، عاد على قد كميتها 15 كثير 4 كيلو حسب 10 غنمك. ايوه مثلا طال عمرك حطها في قدر وحطوها على نار هاديه طال عمرك، خلونها ايش يعني حتى تذوب في القدر هذا حتى انها تصير صافيه، ثم يطول العمار يمسكون الحجر هذه يطول العمار الحجر يحطونها في النار، وترى الحجارة ممكن واحده ولا اثنتين ولا حبه على الكميه يا ابو محمد، على الكميه السمن. من اي حجر؟ حجر من حي الصواء، حجر الوادي اما مرو او من اللي حميته في النار ما ينكسر او يطلع منه طال عمرك شقائر، يحطونه في النار طال عمرك، ثم يحطونه في عندنا طال عمرك قدح لا غطاء من اول ما فيه مثل شغل السكر كذا بالضبط. الله يرحم والديك، حطوا الحجر مع شويه دقيق طال عمرك في اناء معين، ثم يحركونه حتى تسمع يعني صوت الحجر طق 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 طق، طال عمرك يفكون عنه شوي، لا باقي ما زيدوا حتى انه يحمر الدقيق، يطلع الدقيق ما هو ابيض يصير الدقيق احمر، ويحاذرون انه لا يسود في خرب السمن، يكون بميزانيه معينه، حتى انه اذا طال عمرك جابنا هذا مسكوا الدقيق طال عمرك هذا صبوه مع الحجر يا طويل العمر في القدر هذا اللي فيه السمن، ترسبت الدقيق هذا اللي هو محمر ترسب واسفل وياسر يا سلام سلم. ويسمونه يا حثاله الخلاصه احنا نسميه حثاله، احنا نسميه قشطه او كذا او قشطه لا القشطه غير القشطه قشطه ها. ثم يطول العمار قاموا عليه طال عمرك يعملون عود من الشجر كذا له عده فروع كذا، ويقومون ينظفونه كان فيها شعر من الغنم ولا كذا ينظفونه مرة يجيلون، ثم يجيلون اللي عليه يطفي على ظهر السمن من اللبن أو من الحليب يعني بقايا البياض أيضا، ثم طال عمرك يحطونه في محقن يسمونه محقن، المحقن هذا من خشب في أسفله طال عمرك يعني زي المنخل كذا، يصبونه طال عمرك في العكة صافي ما في شيء، ثم يشلونه طال عمرك هذا كنز ينكنز شهر شهرين سنة سنتين. طيب الربة ما فيه ما يسوون لها ربة؟ يسوون ربة طال عمرك هذه يسمونها من التمر يستخلصون التمر طال عمرك في العكة يعملونها بطريقة طال عمرك، ثم يربون العكة طال عمرك ثم يحزمونها ويشلونها تكون جاهزة طال عمرك، من كثر طوال الرباب يسمونها رباب في العكة هذه يمسك في جدار العكة من برا برا، فيمنع العكة طال عمرك أنها ما تطلع السمن برا، ترى تسكر المسام هذه اللي في هذا وفي نفس الوقت تعطي نكهه للسمن كانه زي العسل وهكذا. يقول ربه يا سيدي الربه يا سيدي هذا مثل قال عندنا، وهو الربه يا سيدي اللي هو الدبس اللي محطوط في العكه حتى لا يمنع مثل المسامات، يصير فيه مسامات يطلع منها او في المخايط او في الرقوم اللي هو الخياط يقال لها يسكرها. تسكرها بالتمر. حكيمين يا ابو محمد والله حكيمين. هي ما جت وليده لا ابدا في يوم ولا يومين، لما وجدت افكار وانها ما تاثرت وانها التمر ما اختلط مع السمن، وما فيها احلى منها يعني في وقت الجوع ياكلون ابو الربه وابو العكه، ممكن ياكلون العكه بعد. عطونا هالفيديو اول الصور اول، معنا ضيفنا ابو سعود منصور الحبيل العتيبي يعلق على صور فيديو. هذه صورة مع الأمير سلطان بن سلمان في أول معرض أشارك فيه، والحمد لله يعني أن أعجبته لوحدي مع صاحب السمو الأمير في مهرجان خليفة الدوادمي،
قبل تقريبا يعني 10 سنوات يعني. ما شاء الله. طبعا هذه اهداء لتميمي، لوحة تشكيلية من رسمي، هذه مع الشيخ شخبوط آل نهيان، كرمنا، كنت مشارك ولقينا تكريم من الإمارات والحمد لله. الله تستاهل الطيب، الله يعافيك. هذه طبعا لوحتي والتكريم عن الإمارات، الله يرفع قدرك، الله يسلمك منك. اللهم أمين. هذا تكريم بجدارية وحدة وطن في الدوادمي، طبعا ما جبتها، ما جبت الجدارية هذه أنا، ما شاء الله ما أرسلتها لكم، لكن يعني الحمد لله حصلت على تكريم، وكانت من يعني المشاركات اللي شاركتها. هذا من الإمارات، تكريم من الإمارات، فيه كثير. هذا شخبوط شاهد اللوحة، طبعا فيه كثير من أشكال التكريم، لكن ضاق الوقت ولا كان يجيب في حاجات كثيرة من الإمارات ومن قطر ومن جدة ومن الرياض، ومشاركات كثيرة في بيت الشباب للأمير فيصل بن فهد، وكثير من المشاركات شاركت فيها، لكن ضاق الوقت علي أني أجمعها لكم. تمام. إن شاء الله بإذن الله تعالى، وأبشروا بالخير إن شاء الله. أبشروا بالله. فيه فيديو ننتظره يعرض، الفيديو جاهز، أعطنا. بعد مجلس ما شاء الله رسم إلا المساند، تشوف حليب النياق وتشوف المعاميل والمصحف القديم اللي في المنتصف، يسمونها الفاغرة ذي، السيف البندق. والباب مفتوح على البيت من داخل، والمدخنة أو المجمرة هو يعني هذا على الجدار السراج. نعم هذا على الجدار ديكور ثلاثي الأبعاد، يعني توهم الواحد أنها ما شاء الله. إيه كذا توفر الأشياء الأثرية، وشوف العمود تحطها غالي. ما أخذها ولا أنت ما أخذها ولا أنت فاقدها. وين أقول ما حد ما أخذها، البندق وال مرة مرة ولا يحتاج تنظيف ولا حد ولا تسرق ولا شيء. يا سلام يا سلام، تبقى على طول. والباب والباب هذا يدخل معه واحد ويصدر يصدم، لازم علشان يدخل آخر شيء لازم مغمض ومسرع. ما شاء الله، إبداع إبداع ما شاء الله. الله يرضى عليكم. هذا بعض ما عندكم، حنا يعني المواهب اللي عندنا هذه شيء، بعض الأشياء اللي عندكم أنتم اللي تبنونها في القناة هذه المباركة. ما شاء الله. هو الإنسان الواقعي لازم يكون مبدع، لأن أنت تتحدث عن الواقع. نعم. الواقعي تلقى هو فعلا هو التعبيري وهو الخيالي وهو السريالي. نعم. وهو لكن حتى السريالي تراه في الواقع، لأنه يعبر صحيح عن نفسه صحيح بطريقة سريالية أو بطريقة أخرى أو بطريقة. أما الواقعي فهو واقعي، ما جاب شيء من 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 جديد، من يعني جديد من الخيال أو إيه. أما الخيالي والسريالي والتكعيبي كلهم أبدع في، ولكن حتى الواقعي اللي هو رسامين الطبيعة ورسامين هذا أبدع في كونه ينقل الصورة أفضل من الكاميرا. فتجد بعض الفنانين العالميين ينتقل من بلاده اللي هو بلاد فيها الضوء قليل مثل رمبرانت ولا غيره، انتقلوا إلى المغرب العربي حتى يأخذ الضوء، ضوء الشمس القوي يوضح له خطوط الأنسجة في الكنبة، خطوط الأنسجة في الغترة، خطوط الأنسجة في الملابس، ثم يبدع فيها. تجد راسم لوحة وفي اللوحة هذه
دريشة وورا الدريشة لوحة، ومبين لك تفاصيل اللوحة حتى في البرواز اللي كم بعد المجلس اللي فيه الصورة، ثم بعد الدريشة، ثم بعد اللوحة، ثم طلع اللوحة الثانية. الكاميرا ما تجي بالدقة هذه وتفصل لك. صحيح صحيح. فالفنان عبارة عن قوة بصر وقوة ذاكرة وقوة حضور، اختيار اللون، وضع الفرشة. الفنان يبقى إلى أنه يحتفظ بالذاكرة حتى بعد سنوات تذكر. صح نعم. وما كل إنسان ترى يعطى هذه، تجد الإنسان في مواقع الحدث أحيانا يرتبك شوي وما يدك تقول له شلون. ومن الناس يعني أنا وياك الآن لو بقول لك أن حنا جالسين في مجلس وكان واحد لابس شماغ وواحد لابس وترة، واحد لابس شماغ واحد لابس وترة، واحد لابس شماغ واحد لابس وترة، كيف؟ وفعلا هذا مجلسنا، كل واحد مرتبين كأننا مصممينها وكأننا ما أحد ينتبه لتوزيع يعني دق كأننا منسقين. هذا طال عمرك من قوة يعني ما شاء الله تخيل الإنسان المنظر. ايوه ما شاء الله عليك ما شاء الله. فالحفظ الحفظ والتذكر الفنان له وضع ثاني وهي أحاسيس. فأنت ما شاء الله جمعت التعبيري، عندك اللوحات كلها اللي موجودة هنا فيها شيء من التعبير لكنها فيها شيء من الواقعية، أنت ربطت بين الواقعية والتعبيرية. نعم. وحتى في قصيدك فيه واقعي وتعبيري. صحيح. نعم. لا هو تعبيري، هو عنده حديث وعنده سمعنا يمكن أكثر من، لكن لو للماضي القصيدة الأولى اللي حقت أقول برضو جميل يعني الذكريات اللي، لكن إحنا نبي شيءها الحين من ال نعم نعم من الغزل، ولا من نشوف شلون وضعك في الغزل، هل أنت عاد رومانسي ولا نشوف؟ والله أنا جدا رومانسي بس أنا ما أدري الغزل يصلح لكم ولا ما يصلح. والله عاد إحنا نبي نشوف، ما بيصلح لنا ولا يصلح، نبي نشوفك أنت، نبي نسبر أغوارك. مسوي لك اختبار. ولا رساله ياسر، ياسر يقول غزل عفيف. اذا كان خلى عزل الدوادمي يلا ماشي. اذا كانت يعني مسموحه يعني كذا انت عطناها ونقول احنا. انت ما بتقول يعني اول شيء ها. أيوة. في مظهرك يبدو الى انه ما عندك سفاسف امور. أيوة. ولكن انا اثق تمام الثقه حتى لاني بصور بعد سناب، لان حتى عشان لو قال لي احد نثبت عليهم. والله انكم احرجتوني، لكن عندي قصيده. ايه؟ روح روح. غزليه غزليه. ايه؟ ارسل. عفيف ولا الدوادمي؟ مداها. عفيف ولا الدوادمي؟ وكلها كلها او الجمش. اقول على مسرح سراجيفي هلابك يا غلاي الجم، تصفق لك جماهير الولع والفرحة تعم، تربع ما نبي غيرك على عرش القصيد ودم، ولا تجزع الغير إلى بكاك وتلتفت يمه، تراك أنت الوحيد اللي بقلبي ما طلبته تم، وقلب تستبيحه ما حد مطالبك في دمه، هذا قلبي بمفتاحه تفضل طال عمرك سم، تسلم لك مقاليد الحكم في كل ما ضمه، يقولون العرب يومي شربتك شارب لك سم، وأنا أقول العوافي كلها فيك أنت يا سم، ولجتك لين في غمرة غرامك صرت أشمك شم، عبق ريحك يرد أرواح من فرقاك مغتمة، تلفت لك كلامي فلسفة عشق براها الهم، ضماها أنت ومرويت العطش وسروره وغمه، جمال فج في جمال صغير فج في صدر القصيد بحربة الملهم، واخذ منها النفيس وما حوى المكنون في جمه، جمال يستحي منها القمر لمره وسلم، وخد يكسر اشعاع الشمس ويزمه، كثر ما قمت اعاني من فراق في حشايا جرم، لعب في السهر والهم لا فرقته يلمه، هلابك في المجدول السوالف وانثره وسلم، تحت غيم الوصالة بدا هيامي فيك وتمه، على
جال القصيد أضوي كلامي واشرح المبهم لعينك بس يتوم القصيد وخاله وعمه كتبتك لو طغى حبر القلم موج وغموض اليم قصيدي فيك ما يوفي ولا تبرأ به الذمة ولا تبرأ به الذمة والله براءة الذمة سايدة هذا يجوز لكن يجوز سراجيفي سراجيفي كأنك ما تجيب سراجيفي بس سراجيفي السراجيف وشي سراجيف الجوف من الداخل هذه السراجيف شبهتها بالمسرح أنا قلت لك بس الحين فيها شيء من سراجيف ولا شيء أي لا لا السراجيف هي الجوف من الداخل على مسرح سراجيفي هلابك يغلى الجمر أحب في داخل الجوف تصفق لك جماهير الولع الولع مثل الجماهير والفرحة تعمة في بعد بيت ثاني يعني فيه التعبير وفيه تعرف الغزل يعني بعض الناس يظن لأن هذا عاشق والهان وهو يمكن لا معشوقه لا 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 ويمكن يقول الاسم يمكن يقول الاسم ولكنها مشاعر صادقة ومشاعر وأحاسيس قد تكون هي بذرة للزوجة وقد تكون للأخت وقد تكون للأم وقد تكون لهوى في الإنسان وجاز له القاف وجته القصيدة غصبا عليه صحيح صحيح هذا الكلام ما عشقنا غير عشق بالحلال نعم صح العشق الحب والكلمات للمرأة إما تكون للأم أو تكون للأخت أو تكون للزوجة أو تكون للبنت أو حتى التعبير هو أصلاً موجود تعبير وما أدري من صحيح. ذا يقول حتى ما تزوج صحيح. ما تزوج هو ولا يمكن يعني عنده عزوف وعنده ويقول القصيد ويقول وتقول هذا أكيد أنها ويطلع هو لا ولا هي هو نعم. يمكن من نسج الخيال أغلب شيء من نسج الخيال فلا كل من قال القصيدة ولا كل من ألف الكتب يقال لنا أن أحد الأشخاص ألف كم كتاب في التربية ويقال لأن ما فيه ولا واحد من عياله ينفع ولا يعني هو اللي يكتب الكتب النجار مخلوع يكتب الكتب في التربية وفي الأساليب ولكن أحد الأشخاص أنا مريت على زملاء لي في جامعة من جامعات المملكة ودخلت عند أحد الأشخاص أو رئيس قسم السلام عليكم السلام سولفت أنا وياه دق على واحد قال تعال قالها الحين ويجي هاك الشخص فلان مؤلف كتب في التعدد سألته قلت ما شاء الله عليك يعني كم كتاب عندك وطلع ولا تزوج ولا زوجة ما تزوج أبد عمره فوق الأربعين يعني كل هالحكي وانت ما تزوجت يعني انت يعني ما تزوجت الزوجه الاولى علشان تكتب في هذا صح صح فعلا فلا تاخذ كل ما قيل ولا يعني قد يكون الانسان يندم او يتكلم على انسان وهو تلقاه بريا من هالمصيبه وهالمشكله انما وضعها لو قلنا على في التوحيد وفي العقيده قد يكونون فيه اناس يكتبون في هالمجال ولكنهم يجهلون شيء الكثير يجهلون شيء نعم تجد فلان يتكلم وفلان يتحدث ولكن لو جيت لما يتكلم عن الشجاعة وعن القوة وعن لو تجي لما لو يجي لما إذباب تلقاه دخل في بيته وقفل صح حنا نختلف ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السرائر يا من لا تخفى عليه خافية يا عالم السر والعلانية سبحانه اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلحنا نياتنا وذرياتنا وارفع مقامنا وأعلي شأننا وأسكننا الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذه حياتنا الدنيا أنا صاحب خطأ وأنتم صاحب أصحاب أخطاء ولكن خيرنا من إذا أذنب استغفر ومن أخطأ استغفر واعتذر فأسأل الله لي ولكم المغفرة لا أقول يعني لأن الكلام ما فيه خطأ ولا أني أنا صحيح ولا أني صواب كلنا الإنسان ما دام هاللسان يتحرك ثق تمام ثقة لأنك مخطئ حيا الله أبو عبد العزيز الله يحييك يبارك فيك أبو محمد ما شاء الله الضيف مليان ما شاء الله من جميع الأشكال ما شاء الله ما شاء الله من القصيد من الإبداع في الرسم لكن نأخذ بعض الرسائل هذه رسالة أخونا أبو نادر عنزي نعم ما شاء الله
أهلها أصحاب متجر دكان أمي أم نادر العنزي الله يصبحهم بالخير. دائما متواصل معنا جزاه الله خير. يقول هذه رسالة منه: أسأل الله في هذا الصباح أن يرزقني ويرزقكم بصيرة ينير بها دروبنا، وأن يهب لي ولكم سكينة يشرح بها قلوبنا، وأن يمن علي وعليكم بعافية ما بعدها ضرر، وأن يرزقني وإياكم نعيما ما بعده كدر، وأن يجمعنا ووالدينا بجوار خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين وصباح الخير. وهنا على الهاشتاج اليوم نذكر بهاشتاج كاريزما 78 يقول: السلام عليكم، في تبرعات اليوم؟ يسألون في تبرعات اليوم، فنقول كل يوم في تبرعات إن شاء الله، حتى يحضرنا هذا الملك الذي يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا. وعندنا دائما ما شاء الله المتبرعة، ومعها رسالة جميلة، أختنا ريم المالكي من الجنوب الله يصبحها بالخير، تقول: خواطر صباحية، ابدأ صباحك بابتسامة، ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل، ثق بالله وأحسن به الظن، وعلق به قلبك وتوكل عليه، وأكثر من ذكره لتسعد نفسك ويطمئن قلبك. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. أختكم ريم يقول: سلم على كل الآباء ودمتم بخير يا رب. يكتمل الوقف قريبا بإذن الله، وإن شاء الله أن الوقف يكتمل بإذن الله، ما بقي إلا أيام قليلة والنسبة بقي قليل، وإن شاء الله جمهورنا العزيز والفاضل إن شاء الله معنا دائما إن شاء الله. من الرواتب يا أبو ما شاء الله. نعم، قائمات التبرع ما شاء الله ب3000، فاعلة خير محمد الصاعدي ب1000 ريال، مسلم الدوسري ب1000 ريال، سلطان العتيبي 600 ريال، محمد السلمي 500، نورة الهذلول 500، هاجر الشاهين 500، زرفه الشمري 400، جواهر الخريف، سعود السهلي، نورة الغامدي، محمد عسيري، بندر المطيري، عائشة سعد، زياد الصاعدي، هليل الربعي، بشائر العتيبي، أشواق الغامدي، عائشة كريري، وزمله الشهراني. هؤلاء أصحابنا في هذا التبرع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإنفاق مالنا فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. يعني هذا الوقف وقف الأم لجمعية الخير بظلم في الكائن في مكة المكرمة في خير البقاع، وهذا الوقف كم يجمع لنا من الخير، ويجمع لنا من الصدقات بهللة واحدة بريال واحد تدخل في جميع أنواع البر، يعني في النفقة على الأرامل، على المعسرين، تسديد الديون، على الأيتام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فأنت الآن تشارك بهذا الريال وهذا الوقف إلى قيام الساعة، وهذا الوقف يضر عليك. قد تكون الصدقة لشخص واحد والله جل جلاله ينمي لك الأجر، لكن أنت الآن تدخل في صدقة أنت سوف تموت، وهذه الصدقة مستمرة بإذن الله، وأنت في قبرك وهي مستمرة بإذن الله، وقف لله سبحانه وتعالى. فنبادر قبل الآن، ما عاد بقي إلا نسبة بسيطة، نبادر قبل أن ينتهي هذا الوقف ونكون لنا سهم في الخير. عسى الله سبحانه وتعالى يبارك لكم في أموالكم وأولادكم وحياتكم. فيها قال: على أن التبرع أو الصدقة بهذه التمرة، بشق التمرة، يربي إن الله سبحانه وتعالى ربي هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه. طيب وبعدين إذا ربت الفلو يعني صار بالحجم الحصان الكبير، طيب وإذا كان أنثى ولدت وطلعت وأثاني وثالث، فهذه كما يربي أحدكم فلوه، ليست في التربية فقط لأنها تكبر وانتهينا، قد تنتج. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. كذلك أبو عبد العزيز، حنا نتشوق إلى ما يعني يسعد المشاهدين، لأن إن شاء الله بعد هذا البرنامج إن شاء الله في برنامج آخر، وإلى أن حنا إن شاء الله سنكون معكم، إن الله أعطانا عمرا وزادنا صحة وقوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالصحة والقوة، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأوقاتكم وأعمارنا وأعماركم، وأن يزيدنا من فضله، وأن يعيننا على أداء رسالتنا التي نرى إلى أنها
إننا محقين فيها وأن نساعد أهل الخير ونسعى معهم وأن نسأل الله أن يدلنا على الخير وأن يعيننا على فعله. يعني كونك تدل على الخير ولا تعان على فعله ولا تثاب بعد عليه فهذا خسارة كبرى. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الخير ويجعلنا من القائمين على الخير والساعين على الفقير واليتيم والأرملة وأن يجعلنا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا كاف اليتيم كهاتين. أبو علي شوفك أنت ماسك جوالك وعندك رسالة. أقول رسالتي عندي من أخت أو بنت نعتبرهم بنات لي من مركز البشائر أم علي، طبعا تقول تبرعت ب500 ريال سترسل الإيصال إن شاء الله عنها وعن والديها وجداتها وعن أولادها وعن زوجها، وتقول ادعو لهم بالشفاء والصلاح وإن الله يجعل أن أولادها يتوفقون بوظيفة اللي ما عنده وظيفة، وأن يشفي والدهم وأن يرحم موتاهم وجداتهم وجداننا جميعا وجميع المشاهدين. تبرعت ب500 ريال طبعا أم علي من مركز البشائر. الله يتقبل منها. وسليمان عندك شيء ولا نرجع لضيفنا؟ والله اولا فطلع عمرك يعني الضيف لا بد انه عندنا عاده ان نعطي الضيف المجال، وان كنت ما قصرت اليوم يستاهل اعطيته مجال. بعض الضيوف ترى والله يجونا يعني ما يكون عندنا زحمه، لكن انت محظوظ اليوم ما شاء الله ما شاء الله. اليوم تكلمت في عده اشياء. اولا فاقول بالنسبه للوقف الوقف تعودنا من أحبابنا وأخواننا المشاهدين والمشاهدات وأبنائنا وبناتنا إنهم طال عمرك يجملوننا في مثل هذه، فإحنا كما سبق ولا ودنا نكررها إنه إحنا نسعى للخير زيكم، لا نحتسب شيء، لا نأخذ من الوقف ولا نأخذ من القناة إلا سلامتهم، ولا نبغى إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله يعني وصلنا يعني رقم يعني يبشر بالخير، يعني في حدود 85 أبو محمد يعني يعتبر الحمد لله. يعني وإحنا قدامنا الآن فترة قصيرة إن شاء الله أنه يكتمل الوقف. هذا باب. الباب الثاني أرجع لكلام اللي تكلمته وبالأخص ضيفنا الله يسعده تكلم يا طويل العمر أو كان جاب قصيدة في بمعنى الغزل وما الغزل وكذا، وأنا أقول يا طوال العمار يعني الإنسان الفطين والإنسان اللي يفهم من طول عمرك، لأنك تقابل الناس تتكلم مع رجال تتكلم مع مجتمع تتكلم مع جمهور، إذا تكلمت ما يلحق ملامة من الله سبحانه وتعالى ثم من الناس اللي يتابعونك يقول لك عندهم مكانة، وأنت لمحت تلميح جميل ومن الأشياء المحببة للنفس. لكن يبقى يا طوال العمار يعني الشاعر يكون له يتخيل لأن عنده أحاسيس مثل ما كلنا عندنا أحاسيس، لكن الشاعر يكون له إحساس أو يشوف شيء أو يتمنى أنه يعني يصور شيء، لأن بعض الشعر تصويري. فإحنا نشوف طول عمركم اللي مثلاً طول عمرك يتغزلون مثلاً في الإبل ولا في الصيد، هو لا ربى إبل ولا بعض طول عمرك يعرفها إلا بيسمع بوصافها، قام لك يوصف لك الناقة ولا الجمل ولا الحوار طول عمرك من خشمه إلى ذيله، ويمكن بعضهم ما شافها إلا في التلفزيون. لكن هذا سبحان الله إحساسه. نشوف ناس طول عمرك يعني يتكلمون في الصيد والصيد وطلع عن البر والوادي وطلع عن الجبل وكذا، يمكن الصيد ما شافها إلا طعمك، لكن هذا هو واقع يعني، لكن هو إحساسه مرهف وعنده طال عمرك نزعة حب الصيد. وهكذا طال عمرك مثلا طول عمركم اللي مثلا يتمنى أنه يتزوج، وهذا من حق كل إنسان أنه يتزوج ويقول أنا أتمنى أنها تكون كذا وبالشكل كذا ومواصفاتها كذا، صح ولا لا؟ طيب. لا هو يمكن ما شافه، هم بحشمتهم حريمنا وبناتنا وهذا، وإن كان أحياناً طال عمرك يشوف على كذا من بعيد البعيد، لكن تبقى الحشمة والتقدير. فسبحان الله هذه يعني أشياء أنا أتوقع طال عمرك أنها تخلد في بال الفطين من الشعار، لا سيما أن ضيفنا شاعر ورسام ولا بد أن تكون أحاسيسه، ودنا نسمع احسن من كذا شويه. تمام. قول على كلام ابو سليمان ان الشاعر مو بشرط لانه يكون ذلك الطيار ولا ذلك يجيب ولا مو بطيار ويجيب. فاذكر قصه لواحد من الحفاه من ساكن عسيله، فجتهم
في الإجازة جاءهم ناس من قرايبهم من أهل المدينة ونزلوا عندهم في عسيلة، ثم انتهت الإجازة الصيفية ولكن الرجل هذا تعلق بهك البنت اللي شافها، ودائما يكون الإنسان الغريب أو الرجل الغريب في الحي يكون له ميزة ومعشوق ومقبول لأنه ما هو مألوف وجهه، كذلك البنت إذا جت وإن كانت يعني من البنات العاديات لكن يبقى جمالها أخاذ لأنها غير ما أخذت عينه عليه. فقال قصيدة وهو لا يعرف الميكانيكا ولا يعرف الظهر ولا حتى ما يعرف قيد السيارة، يقول عسى ونيتين قال نوره بعجاتي يعطى عطل الفرامل ما عدرك سونا تروح فيها الفلنجة والصليباتي حتى السرند اللي جاوبه وبنيونا في ديرة ما بها زيت ومحطاتي وأهل المواتر ماشين أرضا يهبونا. فهذا الشاعر ما يعرف من الميكانيكا شيء، فأنت أنا لو يعني لو جبتها عند ميكانيكي يمكن ما يجيب المعلومات هذه كلها. تفضل أبو سعود. فيها مدح عائشة رضي الله عنها. ما شاء الله ما شاء الله. من المدح الأفخم والأعلى والأرقى. عائشة رضي الله عنها بنت الصديق وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين يا أم الجميع. أشهد أني ما أقدر أوصف ولو شيء قليل وصفها ما يصل أجزى القصيدي مستواه من شيخ بل كرم يكسر عيون البخيل بنت أبو بكر الخليفة عسى عمري يفداه الورع والسلم والحلم والخير الجزيل والكرم والزهد والعلم من عقل وعاه انتهل من علمها كم صحابي جليل ورثتنا علمها اللي تناقلها الرواه من حياها لو تجي قبر أبو بكر الخليل تستحي من قبر فاروق الأمة في إحذاه طرفها عن غير خير البشر طرف كليل حظها يوم الله أهدى لها خير أنبياه اصطفاها لأشرف الخلق في البيت الظليل هي حب الناس وأغلى حليلها من نساء استطابت له بكر واستطاب لها حليل في فراشه جاه جبريل وهي اللي معاه الوحيدة بينه جت فالحلم الجميل الله اللي تم عقده عليها من سماه ابتداها يوم تخييرها للسلسبيل واختتم في بيته أيام عمره فالحياة ودع الدنيا وفي صدرها راسه يميل مختلط ريقه على ريقها وقت الوفاة سجلوني بينكم يا مرويت الصقيل شاعر من حد سيفه يقص بها الصفاه. صح لسانك سلامتكم مالك زود صح على جمال ما في هذه الأبيات إلا أنها قليلة في حق عائشة رضي الله أكيد عنها أكيد. فهي حق يعني جمعت إلى أنها صحابية وزوجة نبي وبنت صديق وأم المؤمنين أمنا رضي الله عنها ميزها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها إلا أن حنا مهما قدمنا صحيح شيء قليل وكذلك ما بالك عاد أم المؤمنين يعني ما يحتاج ما هي بالأم ولا عيالها أبو إبراهيم اللي بنريح أبو سعود شوي نرجع له. والله أبو سعود لأنه رسام إيه؟ ذكرم قصيدة قديمة أنا عندي عيال أختي مي وشذا وناصر ما شاء الله يحفظهم فنشأوا أيتام توفي أبوهم الله المستعان وعمرها يمكن بالسنتين شذا اللي هي موضوع كلامي فالحمد لله تزوجت مي وكان يوم زواج شذا وشذا معروفة عندي بالرسم فنانة تشكيلية يعني إن هذا اللي جاب الموضوع إنها فنانة تشكيلية فقلت لك قصيدة وتمنيت إن شاء الله باقي عندنا ناصر إن شاء الله يتم زواجه ويصيرون كلهم تزوجوا الله يرحم أبوهم ويسكنوا فسيح جناته قلت خبري بتسنة تجيدين الرسم
صرخة الألوان تكفيس الكلام، ارسم اللوحة وخطيها باسم ياسر العمران، خصص بالسلام فارس على حصانه يبتسم، طالب قربت وله شف ومرام، النصيب اللي انكتب لس وانقسم بأمر سبوح وقدسي وسلام. سيدي مولاي أزلت النعم، ما أعد أفضال جودك بالتمام، كم تحقق لي من أحلامي حلم، المشاعر ما توصف بالكلام، اسمعي دقات قلبي لتنغم، وشوفي دموعي على خدي وسام، يا شذا عطر من الفرحة أشم، يا عبير الورد يا ريح الخزام، يا عروستنا تهني بالنعم، جعل أمرة ياسر من برد وسلام، وجعلت حظوح وحظ مبتسم، يا ولي العرش وفق بالوئام، قلبها الطيب من أحقاده سلم، سلمه يا رب من كيد اللئام، وتمم أفضالك علينا والنعم، ونفرح بناصر وسلم يا سلام. سلام ويسعدهم، ربما نفرح بناصر قريب. إبداع يا أبو إبراهيم، الله يسلمك. مثل ما قال الشيخ إبراهيم الطلحة، لأنك يعني ما خليت أحد، هذا في المجتمع ما مثل ما قال إبراهيم ما خليت أحد. الله الحمد لله، هذول أيتام نشأوا وكانت بتعاطف معهم، فرحتي زي واحدة من بناتي. الله وتوفي أبوها عمرها 2 أو 3 سنوات، والحين ما شاء الله عندها بنات ما شاء الله، الحمد لله هذه نعمة. تبقى المحبة والوفاء، ما في شك. يعني فيه ناس موجود عندهم ها الشعور والمشاعر، الله يجعل لكم منها، ما بالك عاد يعني أنها تكون للناس كلهم، ثم عاد تخصها ليتيم أو يتيمة، ثم ما في شك. تجد يعني حتى القصيدة طالعة جميلة، حتى لو ما درينا أنها يتيمة وكذا، تبقى جمال القصيدة. وعندنا بعد واحد مرهف حس ومرهف، ولو فلان تشكيلي زي العروسة اللي تكلمنا عنها. أبو علي، عندي بيتين هنا بشيلها. إيه شيلها وحطها قبلها. يقول إبراهيم طلحة شيلها وحطها. الشاعر الكبير سعد بن حنتم الشمراني من تباله يبلغكم السلام فردا فردا، وقد شارك معنا في الحلقة السابقة كم مرة، ولكن بيرسل القصيدة بعدين، لكن هذه لي أنا. يسلم عليكم، وعيد طاحوس طبعا خوينا صاحب المجلس أبو خالد يسلم عليكم، ومتابعينا كثر ما شاء الله تبارك الله. لكن يقول هذه شوقنا لها، واللي يحسبها غزلية يحسبها معانا. عطنا يقول روح. يا عيني خلي كثير الدمع يصابي، وطهر القلب من صكة الأيام، صارت جسي بتالي الوقت تلعبي، لعب الهبايا بطير في الهوى حام، يا ما تصبرت طول الوقت وغبي، إلينا صارت حياتك اللهم، وحتى كثير والدكاتر ما عرف طبي، يعطوني علاج كله مر واسقام. سلامتك. صح لسانك ابو سليمان. الله يطول عمرك. سبحان الله، يعني الانسان يعني هي مناحي الحياه كثيره، والانسان طول عمرك يعني اللي يتفكر في يعني فيما حواليه، لان الله سبحانه وتعالى يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لمن لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعود وعلى جنوبهم ويتفكرون في ايش؟ ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا
إنك من هذه اللي نتمنى تكون الختام. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يعني الإنسان الله ختم له بالجنة وأبعدهم عن النار. فهذه طال عمرك ما طلب كل مسلم، حنا نتعب ونشقى ونصلي ونصوم ونوحد ونعمل كل الأعمال الخيرة، وإن كنا يعني ما ند يعني على أنفسنا بالقصور التقصير، لكن نقول إن الإنسان خلقه ضعيف، لكن الله سبحانه وتعالى أسعدك في الدنيا ومشيت فيها طال عمرك، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وأنت كم أنت هذا الإنسان البسيط اللي في هذا الكون الفسيح، يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. يا أخي اعرف قدر نفسك يا أخي، كم أنت هذا الآدمي في هذا الكون الفسيح اللي أنت عايش فيه، وتجاهر لا سمح الله بالمعاصي، أو أنك مثلا طال عمرك يعني تصدر منك أشياء يا طويل العمر لا سمح الله، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء مسجل عليك في هذه الحياة، ولا ندعي لأنفسنا الكمال، ولا حنا نقول إن جينا هنا ننصح، لا، هي طال عمرك محبة لك ولي ولنفسي أنا قدام كل شيء. فأقول إن الله أكرمنا يا طوال العمر وعشنا في هذا الكون وشمينا هذا الهواء وشفنا هذه الشمس ومشينا بهذه الرجول ورحنا وجينا في هذا طال عمرك طول هذا العمر، اللي سواء قصر ولا طول هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولو أن الله سبحانه وتعالى يأخذنا مما نعمل هو الله ما ترك على ظهرها من دابة. أيوة الله سبحانه وتعالى قادر، يعني لو أن الله يأخذنا بالمعاصي، يعني صحيح أن فيه مثلا أشياء معاصي وأشياء تظهر في الساعة ما هي باستطاعتنا، لكن أنت ما عليك طال عمرك إلا طال عمرك يعني إن استطعت بيدك أو بلسانك فأنت طال عمرك في القلب. وحنا الحمد لله بلدنا واللي عندنا يعني حنا أفضل من غيرنا، لكن نتمنى إن نكون حنا إن شاء الله قدوة، وهذا واجب. إحنا ديرة الحرمين وحكامنا إن شاء الله خيرين، وعندنا العلماء الله يحفظهم نور في هذه الأرض. أسأل الله ينور علينا وعليكم دنيا وآخرة. قولوا آمين. آمين. أنا أقول في هذه اللحظات وهذه الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج ومن هذه الحلقة إلا أن نقول شكرا لك أبو سليمان، شكرا لك أبو صالح، شكرا لك أبو عبد العزيز، شكرا لك أبو سعود، شكرا لك أبو إبراهيم، شكرا لك أبو علي، شكرا لك جميعا أنتم مشاهدينا. عندنا تبرع من مجلسنا اللي هو بدر الحسين الآن تبرع لنا ب90 ريال عن مجموعتنا في هذا المجلس. شكرا أبو عبد العزيز. أقول شكرا لكم أنتم يا من تقفون خلف إخراج هذه الحلقة بهذا الجمال وبهذا العطاء بهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. شكرا لك يا أخي ياسر، شكرا لك يا أخي حسن، شكرا لك إيهاب، شكرا علي، شكرا يا من نسيت أسماءكم، شكرا لك يا أبو علا على تعبك معنا في هذا الميفا وفي هذا، شكرا لك أنت عبد الرحمن، شكرا لكم جميعا، شكرا لجميع من ساهم في نجاح هذه الحلقة، شكرا لكم أخواني. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسر عيوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أمان الله. أقعدوا ها؟ أقعدوا في العافية. آمين.